أسعار الذهب حاليا شوية بينه نزول، بس ما يأخذ ينطي يعني، لأن الوضعية شوية تعبانة من ناحية الدولار، من ناحية السوق. الأسعار الذهب هسه بوقت الحالي 71، وصل 80 82 ونزل لي 77، هسه اليوم لحد اليوم 71، بس الإقبال قليل، الناس ماكو يعني، شراء قليل بشكل. سبب النزول والله عالميا عزيزي، اذا نزل الدولار احتمال ينزل، واذا ما نزل الدولار يبقى، وما معلوم عالميا يجوز يصعد شوي يجوز ينزل، بس هو عينزل يعني لحد اليوم نزول بينه. والله هو صعد يعني وصل لي 75 76 78، بعدين رجع نزل. الأنسة العالمية يعني نزلت، فنزل شوية هسه تقريبا 70 71. والله الإقبال، بس اللي يتزوج مجبور هذا ينصاد، لازم ياخذ ذهب، بس اللي الاقبال ما مثل قبل، لا واغلب الناس تجي تاخذ يعني حلقه محبس مغاود والباقي تسجيل. والله حاليا هسه اسعار الذهب بالنزول، هسه الذهب الخليجي ال 21 71 نبيعه، ما صار له فتره تقريبا هالشهر تقريبا نزول، ولا كان ب 81 82 وصل 77، وهسه حاليا بنزول بسبب هاي الأوضاع السياسية، ارتفاع الدولار، أوضاع غير مستقرة.